فتوى إسقاط الجهاد يقينية، فتوى إسقاط الجهاد يقينية، وعمالة السيستاني يقينية أيضا. فهل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ هل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ والمصدر الآخر هنا رامسفيلد. رامسفيلد يقول، لاحظ كيف يتحدث، يعني صار كما يقول أهلنا مثل شفتير البلد. السيستاني صار شفتير البلد عند الأمريكان، عند الأوروبيين، عند العراقيين، عند العرب، عند المسلمين، عند العالم أجمعين. مثل شفتير البلد، هذا شفتير الأرض، شفتير الكون، شفتير الاحتلال، شفتير المحتلين. يقول وزير الدفاع الأمريكي آية الله العظمى السيستاني اتخذ الخطوة الشجاعة. اتخذ الخطوة الشجاعة. ما هي الخطوة الشجاعة؟ ما هي الخطوة الشجاعة؟ ما هي الخطوة الشجاعة؟ أمر أتباعه التزام الهدوء وعدم إعاقة تقدم قوات التحالف. رامسفيلد يتحدث، والمتحدث باسم القوات الأمريكية يتحدث. هذا متحدث أيضا شاهدناه في الفيديو، في المقطع أيضا متحدث أمريكي يقول إن رجل الدين البارز آية الله العظمى السيستاني الذي كان قد وضع رهن الإقامة الجبرية من قبل النظام لفترة طويلة من الزمن، ماذا به؟ قد أصدر الفتوى والتي بموجبها تم صباح هذا اليوم إرشاد السكان التزام الهدوء. التزام الهدوء بفضل الفتوى السيستانية لصالح المحتلين، وعدم إعاقة فعاليات أعمال التحالف، وعدم إعاقة فعاليات أعمال التحالف. هنيئا للتحالف بالسيستاني، هنيئا للأمريكان بالسيستاني، هنيئا للبريطانيين بالسيستاني، هنيئا للشيعة بالسيستاني، هنيئا للقطيع والقطعان بالسيستاني. باعتقادنا، المتحدث الأمريكي الضابط الأمريكي، باعتقادنا هذا أمر مهم للغاية، ويشكل نقطة تحول ومؤشر إضافي ويشكل مؤشرا إضافيا. فتوى السيستاني تشكل نقطة تحول ومؤشر إضافي بأن نظام الحكم العراقي باتجاه الاقتراب من نهايته. سبب سقوط صدام من هو؟ السيستاني. لولا فتوى السيستاني بإسقاط الجهاد لما تمكن الأمريكان من النظام ومن إسقاط النظام، ولا نعلم كم ستستمر المعارك. وأيضا في هذا المقطع أيضا نشاهد بأن الفضائية، الوكالة، الموقع، الجهة التي نشرت هذا الخبر أيضا كتبت في شريط الأخبار: المرجع الأعلى السيستاني يبعث برقية عاجلة إلى دونالد رامسفيلد وزير الاحتلال الأمريكي. ماذا بها؟ يقول يخبره بإصداره فتوى. يعني السيستاني أصدر برقية لرامسفيلد، يخبره بإصدار فتوى عدم التعرض لقوات التحالف التي تدخل العراق. Donny took the courageous step of instructing the population to remain calm and not to interfere with coalition actions. A prominent cleric, Grand Ayatollah Sistani, who had been placed under house arrest by the regime for a considerable period of time, issued a fatwa, and it was done this morning, instructing the population to remain calm and to not interfere with coalition actions. We believe this is a very significant turning point and yet another indicator that the Iraqi regime is approaching its end. أنا ذكرت هذا حتى نعرض للسيستاني وللسيستانيين وللشيعة ولمراجع الشيعة الوكالات والفضائيات والمواقع
حتى تسجل الشكاوى ضد كل هؤلاء الذين قالوا بعمالة السيستاني، بذلة السيستاني، بحقارة السيستاني وتحقيقه لأحلام ولمشاريع المحتلين. هذا هو الغرض من العرض لهذه الوثائق ولهذه الأمور.